يعقد مجلس النواب غدا الأحد جلسة استثنائية لبحث مشروع تعديل الدستور في البند ب من المادة 105 الذي ينص على أنه ينظم القانون القضاء العسكري ويبين اختصاصاته في كل من قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وقوات الأمن العام، وذلك لإحالة مشروع التعديل إلى اللجنة التشريعية. مصادر نيابية أكدت أن الجلسة ستعقب جلسة مجلس الشورى الاعتيادية ولن تزيد الجلسة عن 30 دقيقة فقط، يتم فيها استعراض مشروع التعديل والتصويت على إحالته للجنة المختصة.